في مخلوق لازم اتكلم معاه. فين رحيم؟ موجود يا حاج. لو مش موجود ابعتي هاتيه وقولي له عثمان بده يشوفك ويحكي معك. فاق وتكلم يا فاطمة. الدكتور قال ما يتكلمش مع حد وبده يتكلم مع ابو وجيه وحده ما فيش غيره. انا لازم اشوف الدكتور عشان الاجراءات. المحضر لازم يكمل ويتحول للنيابة. انا كمان شخصيا لازم افهم ايه اللي حصل بالظبط. قول للدكتور اول ما يقول تتكلم معاه هتكلم. ده انا اتحيلت عليه عشان خاطر ابو وجيه يدخل. قال كلمتين بس ما فيش غيره. يلا يا اخو. تعال يا رحيم تعال جرب. الحمد لله بالسلامة يا حاج عثمان. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. انت هتطيب وهتبقى زين. الدكتور قال لي حالتك زينة. وانت بتقول لي كده لاجل ما اطمن؟ انا مطمن يا اخوي. مش قلقان من شيء. ومش خايف اروح. كفايه الكلام يا حاج. ملوش عازه الكلام. ملهاش عازه وقفتك يا مرضى. فوتينا لوحدنا. انا ورحيم. بقيت غريبه وسطيكم دلوقتي. عشان خاطري. بدي اتكلم مع رحيم. كيف ايام الصبح؟ عشان خاطري. خاطرك على عيني يا حاج. اديني يدك يا ولد المنشاوي. ما بديش يدك لاجل ما نتلابط ونشوف مين يجيب التاني. طول عمري كنت اتغلب لك. المرة دي بدي يدك وبدي عهد الله. ما فيش بيني وبينك غير عهد الله يا عثمان. انت بخير ما تخافش. انا ما خايفش. انا عارف رايح لفين. رايح للي بيحبني وبحبه. ايه صدقني يا رحيم. الدنيا مقامها قليل. دار لها بابين. دخلت من هنا وطلعت من هنا. مش هتاخد منها شيء. ايه وديك شايف الموت كم الداري في الحسنة اللي بقدمها. بلاش تظلم يا اخوي. بلاش تطلع منها شايل. لسه زعلان مني يا عثمان. ازعل منك. بلاش تشيل حق حد. بلاش. انا من العصر بستني تيجي واصالحك. وديك جيتني. وانا اللي صالحتك. اوعى عثمان تكون زعلان مني. أنا بحبك يا رحيم وخايف عليك. لو بتحبني صح خد بالك من خدمة الجامع واعمل الحضرة. لكن بلاش تطفي النور. بلاش تطفي النور يا رحيم. كل حي هياخد حقه ومش هيزيد عن متر في مترين. سمعني يا رحيم. كل حي هياخد حقه ومش هيزيد عن متر في مترين. بيف حياتك يا رحيم. هنقف نعمل ايه؟ ما كل شيء انتهى خلاص. من شان يا اخواننا عزة. انا مش خايف على ولادي. ولادك ولادي يا عثمان. فعنية من جوه. امانة عندي. امانة عند ربنا. هو اللي متكفل بيهم. مش هو اللي قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً
خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وانا كنت متجي الله وهو عالم، انا مش خايف على اولادي يا رحيم. تفضل قهوتك يا ابو شيح، تفضلوا قهوتكم. قهوه ايه بس يا مرضى؟ واحنا ضيوف. واجبكم يا اخوي، زي ما كنت بتاخد واجبك ايام الحج الله يرحمه تاخده دلوقتي. بيته مش هيتقفل. يتقفل يعني؟ ولد راجل اهو مطرح ابوه اللي خلف ما ماتش. يبقى تشربوا القهوه عشان خاطر رضا. شوف يا فاطمه، احنا اخواتك واخوان الاولاد، اي حاجه في الدنيا تلزمكم رقبتي سداده. ربنا يمدنا في عمرك يا اخوي، وما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا. الوكاله هي موجوده، اي حاجه تلزمك من الدكان ابعت خدها، ومالكش صالح بالحساب واصل. هو في حاجة مهمة يا بوجي، مين اللي هيقف في الدكان؟ رضا. رضا هيوقف مطرح ابوه. طب ودراسته؟ هيسيب الدراسة؟ ملهاش عازة، مكان ابوه أولى بيه. لحظة واحدة يا أم رضا، إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ رضا، أنت موافق حبيبي تسيب تعليمك؟ أتعلم وأسيب الدكان لمين يا خالي؟ مالكش دعوة، أنا هبعت واحد يوقف بدالك في الدكان، وانت ما تفوتش التعليم ابدا. خلاص يا ابو وجيه، رضا خد نصيبه. لا يا ام رضا، اوعى تفوت التعليم يا ولا، هتفضل تندم طول عمرك ومش هينفع الندى. زمان ما تعلمناش عشان ما كانش معانا تمن العلام، لكن انت تفوت التعليم ليه؟ وخد بالك هتبص تلقى نفسك وحدك، كل ولاد العيله متعلمين الا انت، كيف خالك كده وسط اخوالك. أنا ما يرضنيش تبقى كده يا ولدي. يلا بينا. مساء الخير يا معلمي. ازيك يا سعيد؟ ربنا يخليك تسلم لي. المعلم عايزك. حاضر، هبقى أروح له. لا لا لا، ده عايزك ضروري دلوقتي حالا. خير؟ خير إن شاء الله. ده أنا فضلت رايح جاي لغاية لما عطرت فيك. عن إذنك يا معلمي. حسنات جت. أهلا يا رحيم، دي مش حسنات، تعال. أنا يا معلم مش حسنات. حسنات فين يا روما؟ الله أعلم، معرفش. جاي عشان تقولي معرفش؟ لا، جاي عشان أقولك إن أنا سافرت لها البلد ما لقيتهاش. سافرت لها فين؟ طنطا عند أهلها، قالوا ما شفناهاش. ما شافوهاش؟ ايوه، بقالها زمن ما نزلتش البلد. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ معرفش، ما سبناش حته الا ما دورنا عليها فيها، حتى الفرقه سابتها من يوم ما قلت لها ما تغنيش. هو احنا كنا موظفين يا معلم؟ ده احنا على باب الله. بتعيط ليه دلوقتي؟ امال اعمل ايه؟ ازغرط ولا اجيب زف عشان مش عارفه صاحبتي راحت فين؟ سيئة عليك النبي تشوفها راحت فين يا معلم. قولي لها دعبس فين وانا هد الدنيا كلها. انا اللي هقولك ليه؟ هو انا اللي كنت ضيعتها؟ ولا انا اللي كنت عشمتها بالحلق خرمت ودانها وحنت كفوفها وكعوب رجليها؟ حرام عليك يا معلم، حرام عليك. جاي ليه دي؟ تعال بس نقعد. ما نقعدش، ناخد فنجان قهوه ونتكلم بالعقل. ما عادش في عقل، خلاص العقل هج.